ايه اسامه وش الجسم؟ اقسم بالله زفت. ابو ربيعه اعطاني 30 يوم اتغير فيها، وطلبت منه اني اسوي عمليه وابدا هذا التحدي، فمدد هذا التحدي الى 50 يوم، 20 يوم منها تخلص العمليه والاجراءات كامله، صح؟ 30 يوم عندك، كل يوم اشوف تطور، ما تطورت 1000 ريال، بعد ال 30 يوم فيها جلد وقرعه. في الحلقه السابقه قست وزني يا جماعه الخير وصار 114 كيلو، وما توقعت هذا الوزن نهائيا، والان باقي لي 39 يوم من ال 50 يوم المتاحه، فلازم اتغير فيها واثبت نفسي. قبل ما نبدا في حلقه اليوم، لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناه، باقي لنا شوي على المليون. طيب يا جماعة خير، الحين رايحين هايبر باندا بنشتري لنا اغراض للرجيم، رجيمنا بيعتمد على اشياء بسيطة راح نمشي عليها طول هذه الايام. النظام الغذائي راح يكون كالاتي، نرفع مصدر البروتين ونقلل مصدر الكربوهيدرات، لان العضل يحتاج للبروتين عشان يحافظ على النسبة العضلية داخل جسمك، وتقليلنا الكربوهيدرات راح يجبر الجسم انه يستخدم الدهون اللي داخله ويرجعها الى مصدر الكربوهيدرات من جديد، وعشان هذا الشيء سوينا هذا النظام. الرجيم هذا قد جربته قبل والله نحفت بشكل مره كبير، ولاحظت اكثر الكومنتات قاعد يشيدني على هذا الشيء. خلينا نشتري اغراض واعلمكم بعدين وشو. تعالوا عاد وين المقاضي فيه؟ عاد شكله بعيد هذي. طيب يا جماعه الخير، اول شيء راح ناخذ الدجاج هذا المرتدله، هذا اللي كيف اقول لكم، اللي يجي كذا دوار. تعال خلينا نشوف ايش اسمه. هو كان بيبي اسمه كذا بيبي. والله ما ادري، انا ما ادري. عطنا اوكي، عطنا الله يسلمك 2 كيلو. ها شركه بيبي، نوع الدجاج ديكرومي ايش؟ خلاص اوكي، عطنا 2 كيلو. ها ساده. طيب يا جماعه الخير شرينا هذا مرتدلة. طبعا ليش شريناه يا جماعه الخير؟ هذا غني بالبروتين بشكل ما تتوقعونه، وبرضه قليل الدسم. طبعا هذا ما ينفع تاكله في البيت، يعني لازم تاكله قبل. يعني طقه واحد. ها بتخلص من اول يوم يا جماعه الخير. ايوه شرينا يا جماعه الخير حقه السلطات. يب، وبنروح الحين. وين بنروح؟ بنروح البيت. يلا. الشخص اللي قدامكم مدرب لي من يوم ما كنت صغير، من يوم ما كان عمري 16 او 17 سنه، اتفقت معاه في المقطع اللي فات انه هو يمسك تماريني الخاصه بالكوره، لان الكوره معروفه في حرق الدهون. شوفوا يا جماعه الخير، ما ادري هو باين. اوف والله قاعد يعد التمارين. طبعا اخر مره لبست الكدايس زمان حرفيا. هلا بردي. مرحبا، مساء الخير. الله يسلمك، كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. زين احمد الله. اول شيء اسف والله العظيم اني تاخرت اني ابحث عن مصور. للامانه انا حاسب لك وقت، لكن انت يبدو انك تاخرت في الوقت هذا. انا قلت وعدنا هنا الساعه كم؟ الساعه 2:30. 2:30 الان كم؟ 2:55 او 50. يعني تاخرت. الله يسلمك، والله اني كنت ابحث عن مصور. طيب يا جماعه الخير، قعدت ابحث عن مصور لفتره طويله، لانه يحتاج شخص يصورني وانا داخل الملعب، فعشان كذا تاخرت على المدرب. اليوم حاطين له برنامج بسيط، لانه بما انه تو راجع من عمليه ولا نبغى نضغط عليه زياده. اليوم شغلنا الاول والاخير اللي هو حرق دهون. حرق الدهون طبعا عباره عن برنامج بسيط، بتكون نبضات القلب من 120 الى 140، وما زاد عن ذلك اللي هو يسمى حرق عضل. اي صح، احنا ما نبغى نحرق العضل الان، الحين اهمنا الاول والاخير اللي هو الدهون. الله يا الدنيا بس. تكفى لا تقهرني يا ولدي، تكفى لا تقهرني. ما حد ياخذ زمانه زمان غيره، انت ما قصرت. يعني جالك فترة اشتغلت على نفسك ونلت مبتغاك، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني اللي صابه اللي ردتك عن أمور كثيرة. آخ تكفى. تدري خوف الإصابة استمر معي يمكن 3 سنوات. أنا عارف ما أقدر أطع الكورة. أي واحد يرجع من إصابة لازم يكون عنده ردة فعل. خلاص ما نبغى نتكلم في الماضي كثير يا جماعة الخير، في اللي راح راح واللي فات فات. خلونا في التحدي وإن شاء الله نفوز على أبو ربيعة. هاي الزقزق ما شاء الله كويس فيه. ارجع عادي ماشي. أوف. اوكي ارفع يدينك يا اسامه، ارفعها فوق. لا كذا خلي عندك توافق. اوكي اي والله انك صادق. احنا زيد كذا ما في توافق عشان العمليه. والله خايف. لا هدي، انا ما ابغى اجهدك عشان العمليه. لا اوكي لا لا لا. طيب هذا ايش فايدته هذا؟ هذا توافق عضلي عصبي. توافق توافق عصبي عضلي. او عصبي عضلي. سكبات شفت؟ شغل الثنتين يمين يسار. ابشر. معك ها. اوكي. الكورة بدأت تضعف ليش؟ لا. طيب. اوزن. اوكي. خذ ضربتك واحدة اوزنها. اليمين يسار
لا انت تركز استعد يلا اوكي طب انا بسالك عن الكتم تعرف الكتم اي ذكر مباراتنا ضد الفيصل ترى كنت كنترت لف كذا والله سواء بلف فيه اوكي بس اكتم على ورا دور على ورا اطلع وراه إيه؟ يلا لا اكتم على ورا ها برده طبعا انت الحين ايش بنسوي بنجرب التسديد الحين تحضير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوف اول شيء انا حاب اقول لك شيء ارضيه الانجيله صعبه في القائم ليش لانها ما تكون مليانه من تحت طيب تكون حتى في اللب تكون صعبه بس الارضيه هذه جديده دي طيب نجرب انجيله درجه اولى نجرب جرب طبعا بسم الله. لا القائم هذا القائم الداخلي لا ابغى القائم الخارجي طيب بخلص انا عنك ها بسم الله اوزن اوزن بس اروح هناك جيب الكره طيب شوف هذه ها شوف هذه فاول في مباراه وقف الحيطه دقيقه 90 كم دقيقه كم 90 بالضبط والنتيجه كم النتيجه 1-1 بجيب هدف الفوز وعلى على على كاس على كاس وين طيب. هذا فاينل وكم الحضور الحضور 80 710,000 مشترك شوفها ها اذا دخلت في الزاويه اذا دخلت هدف مكان مضبوط حطون اشتراك ولايك الله 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 والله ما يجيبها شكله هيش هذه كذا طبعا هنا وصلت لاخر مراحل التعب بعد مرور 45 دقيقه من التمرين ما قدرت اتماسك حرفيا واو سبحان الله يا اخي اقسم بالله اني اذكر ذيك الايام كان بين الشوطين يعني تعرف بين الشوطين ربع ساعه كان اذا بين الشوطين ما يجلس ولا خمس دقائق يقول لي يلا كابتن ننزل امر زيدك وشد والله جد امسكني امسكني تكبر والله بيك امسكها تكبر قوه 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 اقدر اشد اجهدت نفسي بعد يا جماعة الخير بعد 8 ساعات طلعت اتمرن حديد حاولت استهدف المنطقة السفلية في الجسم لانها 50% من الجسم نفسه جاد عليها ودي افتح وجبة مفتوحة بعدها طيب يا جماعة الخير خلصت ما يقارب 45 دقيقة طبعا ممنوع اني اسوي رياضة نهائيا ولكن احتاج اسوي قسم بالله العظيم اني متخوف من ابو ربيعة بشكل مرة كبير وابغى افوز في التحدي قبل ما يبدا اصلا ايام التحدي يعني احنا اليوم في اليوم ال 14 وممنوع اني اسوي رياضة نهائيا ولكن خلصنا 45 دقيقة على معدة فاضية باذن الله باذن الواحد الاحد اني انتصر في ذا التحدي وتغير جسمي وانا بيني وبينكم قاعد اشوف تغير ولكن راح اقوس في اليوم التاسع من الجزء الثاني راح اقوس فيها وزني الان ما راح اقوس وزني نهائي راح اشوف في اليوم التاسع جماعة الخير هل انا نحفت او لا لازم اتاكد والله على ان الميزان شيء يا شيخ يدمر النفسيه مره ولكن شو نسوي تعالوا معي طبعا الوجبه اللي اكلها بشكل يومي اللي هي مرتدله وكثير من السلطه وبعض الاحيان رز طيب يا جماعة الخير الحين اليوم اللي بعده راح نتمرن كوره مره ثانيه في هذا الاسبوع لان لاحظت لها تاثير مره كبير ان شاء الله اغلبها بالكوره لا بدايه لا تسخين وبعدين عاد بالكوره يمكن ما تعدى يمكن 7 دقائق 8 دقائق بالكثير ولكن الان في اختبار بسيط اللي هو 2-2 اوكي هيا بس اوه لا 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 هذا نزل هذا لا 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 اوكي يا حمد امسك امسك ما والله ما تنقص ذي هذه كلها والله صارت ترى 1-2 ثلاثة 1 رجع ارجع الله 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 again again لولا تمشي اخ رديتها يس بغى يروح الشرف بغى يروح
ها تحت الكوره مش كورتك يا حمد. وانتو وانتو عطوا مشعل. خلاص خلاص معك معك معك. نازل ابو الدف تعال. شفت ترى تحضينه حلو على الكوره. هو هذه تميز اللاعب المحور. اوكي لك انا وانتو. ها لا لا تعال سامعك انا لاعب جوكر. تعال طيب يا جماعة خير. صوت النفس العالي هذا بسبب الشد اللي انا لابسه، ضاغط على جهاز التنفس حرفيا بشكل قوي ويخليني ما اتنفس وانا مرتاح. والله يا جماعة خير ما تتوقعون قد ايش نحفت من كيلو حرفيا خلال 10 ايام، ولكن 7 ايام كانت منها راحة و3 ايام كان منها شغل حرفيا جبار. جماعة خير خمنوا، ها خمنوا وش خلني اجيكم. يقول الله يسلمك وزني قبل كان 114، هذا انا اقول لكم مو الميزان، هذا ميزان ثاني. هذا وزني الان يا جماعه الخير خلال 3 ايام عمل وعشر ايام فيها تغذيه ممتازه نزلت يا جماعه الخير 3 كيلو. 3 كيلو في 10 ايام شيء مره رهيب. 3 كيلو بدون ما تخسر ولا نسبه من العضل، يعني 3 كيلو دهون شيء مرة رهيب. شكرا لك حبيبي عزيز المتابع على المتابعة. إلى هنا وصلنا نهاية حلقة اليوم من الجزء الثاني، راح ينزل بإذن الله الجزء الثالث بعد 10 أيام من الآن. إذا حابين تشوفون تحديثات يا جماعة الخير عندكم السناب أو الانستغرام. كان ودي أنزل لكم شورت ولكن والله العظيم ما أقدر. أشوفكم في أمان الله، سلام عليكم.